الساده النواب نزلوا وكانت الجلسه العامه بدات وطلبوا عمل لجنه تقصي حقائق بناء على ما اقترحه الوزير عشان برضه نبقى واضحين. فتم هذا الاجراء. حضرتك لما قلت لو انا كنت مكانه لابد ان اصارح بكل الحقائق. افترض ان انا ما كنتش عارف. اقول ما كنتش عارف. انما محاوله ان انا انسب الجيد ليا والوحش والسلبي ما يعرفوش. لا انا كراجل كنت مسؤول ومسؤول سياسي وتنفيذي. لا انا هطلع بقى لدرجه اعلى. لو حضرتك كنت مكانه في الموقف ده دلوقتي حضرتك تستقيل ولا تكمل للاخر وزي ما تحصل؟ هقول جمله واحده. اذا كان لدي قناعه ان هناك خطا استقيل. لو كان لدي قناعه. انما افترض ما كانش لدي قناعه. طب انا اقول لحضرتك حاجه. في 2008 ايام ازمه الغذاء العالمي وحصل تدخل الرئيس السابق حسني مبارك ونتمنى له الصحة والعافية واتمنى لو كان سمعنا كان رجع من برشلونة وهو في الطيارة بلغ ان الوزارة اجتماع في الاتحادية وجاء وكان على قمة الموضوع مشكلة القمح ورغيف العيش وكان لدينا المعارضة في المجلس واتعمل لي استجواب تمام ولكن كان هناك الكثير من الحقائق التي جعلت القاعة تقول لا الوزير غير مخطئ في هذا الموقف لسبب كان ارتفع من $200 الطن إلى 550